السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا اليوم جلنا عند الاخ عمر، جينا عند مديحهم هالكارت فيزيت ديالو، وغادي نخليكم كذلك رقم اللي غتواصلوا معاهم في الواتساب. ها هو ممكن ما كتشوفوا معايا ندير لكم واحد النظره شامله على دي زارتيكل اللي عنده، ومن بعد غنهضروا على الاثمنه. راه عنده ما شاء الله، عندهم التحت والفوق، وكاين تريات، كاين اي حاجه تالفه لك في الدار غادي تلقايها عند الاخ عمر. اللي عجبوني بزاف البنات واللي جيت على قبلهم انا هما هاد لي زارتيكل هادو، صراحه ديال الصالونات ديال انا عجبوني، بغيت نديرهم في الموديلات ديال البلاصه ديال التلفازه، ندير واحد الموديل ديال القبص. هاد شوفوا تبارك الله بحال هذا، ورا البنات بالنسبه لهاد البخي هذا ما تديوش عليه، هاد البخي هذا اللي كاين هنا راه ضروري اللي جا عنده غادي يقول لي من طرف الاخت ليلى راه غادي ينقص لكم على هاد البخي اللي حاطين هنايا 35 درهم، راه ما كتبقاش ب 35، راه ضروري كينقص لكم منها شي حاجه. هانتوما شوفوا تبارك الله هاد الوريقه ديال الشجر، يعني صراحه عنده ديكورات اللي هما غزالين، انا عجبوني هاد دي زارتيكل هادو، البخي صراحه ما ريزونابل، والله ما عرفتش من نقول بالنسبه لهاد الاثمنه اللي داير في هاد دي زارتيكل هادو. شي حاجه اللي زوينه يعني كتلقاو الاثمنه مناسبه. شوفوا هذه بالنسبه للرخامه، كما قلت لكم راه الاثمنه راه ضروري غادي نقص لكم منها، غير اللي جات عندها تقول لي راه من طرف ليلى باش ينقص لكم في الاثمنه. شوفوا هذه ديال المنادل، اختي لو بغيتي تشارك السمعة ضيافك وتقادي صالونك، شوف منظر زوين بحقيقة. عاد كاين كذلك التفاصيل ترموسات داكشي ديال الكوزينه، جميع انواع الكيسان غتلقاوهم عندي. هانتوما الكيسان على الانواع وعلى الاشكال البنات، راه تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، راه المحل عندهم كبير. انا كنصور لكم دابا غير التحت، هانتوما الكريات، بعد باقي عندهم مازال الفوق.